مش عارفة ايه اللي بهدلنا يا دلال. يا اختي وشفايف مين دي؟ شفايف مين دي؟ مش عارفة شفايف مين دي؟ خدي اعرفي شفايف مين دي يا دلال. احرقوا كده. ايه حنفي فيه ايه؟ عرفت شفايف مين دي؟ هي حنفي. ايه حنفي؟ اطلع لفسافيش من البوسه يا دلال. ما تخلينيش افضحك يا حنفي. فرح ابنك النهارده فيه ايه؟ ولا اقول لا خلاص يا دلال اتلم. خلاص حاضر يا دلال. شفت القاعه بتاعت ابنك حلوه ازاي؟ اه جميله قوي القاعه. بسم الله ما شاء الله. والله القاعه يعني هذا تفرق. لا قاعه جميله قاعه الملكه. الله شايفه الهلب ده يا دلال؟ شايفاه. حلوه. لا قاعه حلوه. شفت فرح ابنك جميل ازاي؟ الحمد لله يا دلال الحمد لله. اوعى تشيلك من عليا. ليه يا دلال؟ انا مش طايقاك. ليه؟ ليه؟ مش فاكر امبارح يا حبيبي واحنا داخلين ننام لما قلت لك انا بردانه فاكر قلت لي ايه؟ قلت لك اتغطي كويس. يا راجل بردانه قوي. اتغطي كويس قوي. بردانه قوي قوي. البسي اللحاف كويس قوي قوي قوي. انا وانا عند امي لما كنت بقول لها انا بردانه كانت بتاخدني في حضنها. اهو ده اللي ناقص اجيب امك تنام في وسطينا كمان يا دلال. لا جننت هبلت في مخها الجلع. انت بتقول ايه ببرطة بهلا تعالي ببرطة بتقول ايه حالة في ايه؟ ما ببرطمش يا دلال. هما ليه اضبط الكلام كده؟ والله افضحك. لا خلاص. ايه رايك افضحك؟ خلاص يا دلال. بكرهك اصلا. لا انا ده انت بتموتي فيا. لا مش بموت فيك ما بحبكش. لا بتحبيني. انا عارف ان انت بتحبيني. وعرفت منين ان انا بحبك؟ امبارح فتحت البوك بتاعك لقيت صورتي جواه. عارف ليه؟ ليه؟ عشان لما تجيلي مصيبه افتح البوك الاقي صورتك افتكر ان عندي مصيبه اكبر. يا حبيبتي يا دلاديلو للدرجه دي بتحبيني؟ جاتك البلا. جبت الحاجه اللي طلبتها منك؟ جبت كل حاجه. التورت والجاتوهات والباتون سالين والبوتفورن. فين؟ جبت الباتون سالين والبوتفورن وجبت باميه وجبت طماطم نعمل بيها الباميه وجبت باميه. ايه انت اللي معصين باميه؟ نفسي راحت لها. جبت كيلو نصه هنعمله ويكا والنص بصلصه. هناكل الويكا النهارده الصلصه بكره ان شاء الله عشان اما بتباب بتبقى احلى مع نص ليمونه ونقوم ظرفين كده الرغيف في قلب اللي... يا لهوي على متعه ربنا في الارض. يا لهوي حنفي هتاخد كف على وشك يعلم زي البوسه دي بالظبط. خلاص يا دلال. بقول لك ايه نتكلم جد بقى. أيوة. انا مش مستريحه للجوازه دي. ما هنعمل ايه بقى؟ البنت شكلها مش مريحه. لازم يتجوزها ده. هي قال ابنانيه وكل حاجه لعينه على راسه بس البنت شكلها مش مريحه. خلاص لازم يتجوزوا. لازم خلاص يا دلال لازم. ايوه لازم. ليه قفشتوهم مع بعض يا دلال؟ قفشتوهم فين؟ قفشت العيال يا دلال. قفشت العيال. ايوه قفشتوهم يا دلال. قفشتوهم فين؟ في التليفون. قفشتك بيكلم البنت في التليفون؟ ايوه. عملت ايه؟ قمت واخد التليفون من البنت قلت له في ايه بيتكلم البنت؟ بنت. قمت واخد التليفون من البيت. خلاص انت بتعيدها لي. كنت عند البنت بتعمل ايه؟ امها كان عندها مشكله. كنت امها امها يا حبيبي مشكله الخير. السخان كان بينقط. والله ما حنفيت بيتك بقالها اسبوعين بتنقط ما صلحتهاش ليه؟ ما عندناش مفتاح انجليزي يا دلال. اه ده انت عايز تفضحني يا واد. لا بس يا دلال تعالى يا عريس شوف ابوك يا عريس. دلال بابا ماما من جوه. حبيبي يا بابي حلوه القاعه دي يا بابا. اه قاعه جميله. لا قاعه شيء. قاعه جميله. انا اول مره قاعه تليق باسم عيله حنفي كارديشيان. قاعه تليق باسمنا. امال ايه؟ طبعا يا بابا مش قليله في البلد. عيله مش قليله خالص. ايوه حبيبي. يا اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. الحمد لله. طب احنا بلاوي تركيب. اديها يا بابي اديها اديها. ما نخش نعمل كده وخلاص على الله. ايه يا اسد في ايه يا حنفي؟ اقول لا خلاص يا دلال. اقول مش قدام الواد فضايح قدام الواد في ليله دقليته مش هينفع دلال. طب ماشي خلاص. ايوه يا حبيب قلبي بابا. ايه رايك يا بابي بقيت عسل ازاي زي بابي؟ ايوه بقيت امور زي بابي. ايوه لازم تبقى اسد زي طبعا بابي. اسد زي بابي. اسد يا دلال وحات امي ماشيها اسد قدام الواد مش عشان مش اسد يا ايوه اسد ابن اسد. ما خلاص بقى عديتها لك. ما خلاص عديتها لك. اسد ابن اسد في ايه؟ اسد بس. اه اسد بس.
اسد ده اسد المفروض اسد صح يا بابا الدنيا ماشيه ازاي بابي عايز اقول لك على حاجه حصلت امبارح مع خطيبتي قول يا حبيبي اقول لك عادي قول امبارح وانا قاعد مع خطيبتي قالت لي انا بردانه عملت ايه اديتها الجاكيت جالا جيف مي فايف اوكي برافو عليك جالا طالع لابوه ايوه طبعا اسد زي بابي ايوه اسد زي بابي بعديها قايله لي ايه قالت لي لا انا بردانه قوي قوي ها عملت ايه بقى تعالى قول لي في ودني ابنك شغلها دفايا هولي هذا الاهبل من ذاك العبيط جيف مي فايف اوكي جدع يالا جدع تعالى في ايه يا ابن شغلها دفايا طبيط يالا يا بابي شغل البنت الدفايه دي تيجي تسالني ما انا سالتك اول امبارح قلت لي شغلها الدفايه ابوك خبره في البرد والحاجات دي طيب اسالني انا اقول لك تعمل ايه طيب خبره اعمل ايه بقى النهارده ليله الدخله ومعروف عن عيلتنا ان الذكور عندنا ايه وسودة لازم النهارده من ليله الدخله كده تذبح لعروستك القطه من اول يوم ستوب 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 انت ذبحت لمامي القطه ذبحت عجل وحطيت ايدي في الدم وعلى الكاوتشات من تحت وخمست برضو حاجه ايه حاجه حلوه بذمتك عملت كده بذمتك عملت كده وقمت خاتم برضو الختم حلو ايوه لازم ده من اول من الاول اعمل كده يعني لازم خلاص انا هذبح القطه هذبح القطه واثر في ليلتك انت وهو اختك فين اختي جايه ورايا ايه بنت يا اميره انت يا بنت ايوه يا ماما انا جايه اهو فين ايوه يا ماما حبيبة قلب ابوكي من جوه ازيك يا بابا وحشاني يا بنت يا اميره والله حبيبتي عامله ايه يا بنت الحلاوه دي الفستان لف كده يا بنت الله نسخه من ابوكي بس الفرق الفيونكه ما شاء الله بس انت خاسه شويه يا بنت بجد خسانه كده ما انا عامله دايت بالي كتير معلش انا حاسه ان انا في وسطكم مارلين مونرو مش عارفه ليه دي احاسيس ما حدش هياخد باله منها بيت اتاخرت كده ليه كنت بروق المكان يا ماما فين الترويق ده مش شايف ايه ده مش شايفه الاضاءه اللي هنا دي ومش شايفه الاضاءه اللي هنا دي حلوه والزينه دي هننزل بعدها بكرانيش كده اهو ايه هننزل بكرانيش ما نزلتش ليه يا حنفي البنطلون يتفتي ادلات انزل البنطلون يتفتي انا شايف الكرانيش من وانا واقف مش لازم البنطلون يتفتي عشان الكرانيش العيال واقفه عيب طيب خلاص يا دلال حاضر يا دلال ماشي عملت اوضه الواد اخوك ايه عملت له اوضه عسل فين هي ليه عريس الجميل قوامي نجهز بقى للفرح خلاص ماشي يلا يا قوامي اهم حاجه قلب ابوك اسد بقول لك ايه يا ماما إيه؟ انا كنتش عايزه اتكلم قدام واقف بس والنعمه خساره فيهم الفرح ده كله عيب يا بنت هتبقى مرات اخوكي في ايه مرات اخويا ايه والمصحف لصبحها بعلقه وامسيها بعلقه كل يوم بنت لما تصبحيها بعلقه وتمسيها بعلقه كل يوم انا هعمل ايه انت تصبحيها انا امسيها والعكس صحيح ماشي يا ماما بعدين خدها هقول لك هنا حاجه نعم الفرح ده عايزاك تطلعي له منه بعريس يوه يا دي مقوله العريس بتاع كل فرح ده بصي البنت بتتنطط ازاي بتتنططي ليه يا بنت بنت ايه الفرح ده اطلع منه بعريس مفيش عريس ما عندها حق دلال ليه البنت مخطوبه لابن عمها ما بحبوش ومين بيحبه يا بابا ده تخين تخين يعني ايه الكلمه دي يعني ايه الكلمه دي يعني سمين سمين يعني ايه سمين يعني ايه سمين يا بنت يعني مليان مليان ده انت تاخد بكسمه على بوق ليه انت تاخد بكسمه على بوق بنت اسمعي الكلمه اللي انا بقولها تطلعي معلش من الفرح ده يوه لا بص من الاخر انا بص على ابن عمي التاني الواد حلو كده و100 كيلو على قده تعالى بقى تعالى انت بقى رد عليها كده عشان لم نفسك هو بايدي يا دلال يا حبيبتي افهمي الولا لسه صغير عشان كده عامل 100 كيلو قدام شويه هيرمي لحم ما نعرفش هيرمي لحد فين ده لسه في سنه وبيقعد على الديسك هيفلقها نصين لا يا ماما مش عايزه ارسان طيب مش عايزه ارسان ازاي يا حبيبه قلبي لا لازم تعوزي ارسان ما ايه ده في ايه انت اقل من هند بنت خالك البنت متجوزه 9 مرات ولسه ما تمتش 12 سنه ما هند ماشيه ترمي نفسها على الخلف رمي نفسك انت ازاي كمان يا حبيبتي ازاي كده اهو يا حبيبتي
خلق يا دلال. هنبقى نروح للمنجد. حاضر يا دلال، انت تأمر يا حبيبتي. الكلمه اللي انا قلتها تسمع، سامع ولا لا؟ ما فيش عرفان. حنفي ما في عرفان. قولي ما تضايقناش. لا ما فيش عرفان. شوف البنت بتشمك وتخرج عامله كده ازاي؟ اما اجيلك انا. بلاش انت تقلدها، تعالى لي هنا اهو. تعالى. خرجت متشنجه وعماله تعمل كده. حنفي نعم. روح نادي الجرسون عشان عايز اشرب حاجه. لا مش هينفع اروح، انا مش هنده على حد. انا حنفي يا جرسون. انت جرسون؟ ايوه ايوه. اهلا صفيناز، ازيك عامله ايه؟ ما تعرفتش بالاحجام؟ احنا اهل العريس. اهل العريس يا حبيبي. كلهم يعني بخلانهم بعمامهم؟ اتلميتوا في شخصين قلت توفروا مواصلات وجيتوا؟ اشرحي لي بس وجهه النظر حضرتك. نعم. ايه ده خاله هنا؟ انزل يا خاله وسمع. انتوا حضرتك اللمام كلهم؟ حضرتك ايه؟ بقول لك احنا اهل العريس. ايوه مين في اهل العريس؟ انا ابوه هو امه. لا حضرتك اتلخبطتي. يا سيدي انا امه وهي ابوه، انت عايز ايه مننا انت؟ يعني حضرتك الحاج يشرب ايه طيب؟ عايز اشرب حلب حصى. تحب اجيب لك الحصى بره تقزقزيها براحتك؟ لا حنفي رد عليه بقى عشان بجد اعصابي تعبانه. ما ينفعش اتكلم وانت موجوده ده. ليه؟ ينفع ارد وانت موجوده؟ تمام. انتوا بجد يعني المدام تشرب حاجه؟ زبادي فراوله. زبادي فراوله؟ اه. طب انا عايز اقول لكم سر والنبي. بعد اذنك انت فين وشك من ظهرك؟ هو مش ده كرش اللي ورا؟ يا سيدي ما تدقش اللي تلاقيه اتكلم معاه، ما تركزش. ربنا يكون في عونك يا حاج. بصوا انا عايز اقول لكم سر. ايوه ايه؟ انا راجل شغال في الافراح بقالي 20 سنه، فدايما عندي ولاء لاهل العريس. ايه الولاء؟ هقول لك، اهل العريس هم الغلابه، هم اللي بيدفعوا ثمن الفرح وثمن الشقه، اهل العروسه بيجوا يشتموهم على الجهز. ايوه يعني ايه اللي حصل عشان تقول لنا الكلمتين دول؟ هم بيشتموا عليكم الصراحه. يشتموا؟ قالوا ايه؟ بيقولوا ان ايوه هقول حضرتك. قول. بيقولوا ان ابو العريس بيتضرب من مراته. طب ما دي حقيقه. دي حقيقه. بيقولوا ابو العريس بيتضرب من مراته. اهو. اهو دي لبتك. جبت لنا الكلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. عاجبك كده؟ ما كنا واقفين باحترامنا ومؤدبين، لازم تقل قيمتنا. انت قلت امتى انا حضرتك؟ يا استاذ يعني انتوا دينا حاجه ما نفذتكوش؟ لا عادي يا ابني. طب يعني بيقولوا ان ام العروسه مرخصه نقل وكبه هنا الحموله والطن والوزن. انت بتقول معلومات حقيقيه على فكره. ايوه عامله عامله انت تتوه هنا الحموله والنقل وكل حاجه. انت دابح يا حاج. ده دمك انت راجع من عمره ولا ايه؟ دي جاموسه بسيتني في خدي وانا ماشي. بجد والله؟ شغال دكتور بيطري اصله. وريني كده. ياه عايزين نرفع بصمات الجاموسه بعد اذنك. ايوه حضراتكم يعني ما تنرفزتوش على عيله العروسه؟ عادي يا حبيبي، دي مسامح كريم، دي حاجات بسيطه. يبقى زي ما بيقولوا فعلا انتوا عيله دباديب ولا ينفع معاكم الكلام. عيله دباديب؟ دباديب؟ احنا دباديب يا دلال؟ احنا عيلة دباديب؟ لا مش دباديب. امال ايه يا دلال؟ بيقولوا علينا دباديب ليه؟ طب احنا لازم نتصرف بقى. لا لازم نروح نهزقهم. احنا دباديب؟ دباديب ازاي؟ قدام دلال قدام دلال. احنا دباديب؟ احنا دباديب ازاي يا ربي؟ ازاي دباديب؟ نرفزتك دباديب؟ ده انت منجت من ورا وماشي.